باب زيادة الإيمان ونقصانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. زاد مسلم في رواية: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. وزاد في رواية: والتوبة معروضة بعد. ولا ينتهب أي لا يأخذ مال المسلم قهرا جهرا. يغل الغلول الأخذ من مال الغنيمة قبل القسمة.